طيب عندنا ادي اللوحه مثلا بالشكل ده او اي لوحه اهي ودينا لها الخطيط بتاعتها خلاص. اللوحه بتاعتنا بقى عندنا انواع اللوح الموجوده في السوق كتير برضه، بس اشهرهم وانضفهم شركه اسمها هاجر فرنساوي بالشكل ده. في شنايدر هاجر فرنساوي وفي شنايدر وفي اي بي بي. دول شركات محترمه جدا بتديني لوحه محترمه يعني تقريبا مفيش فيها غلطه. بتيجي لوحه متجمعه يعني ايه؟ يعني ده برات الارض بتاعتي جايه جاهزه، وهنا العلم الكهرباء او مفاتيح الكهرباء تركب معايا في المكان. تمام؟ في لوحه ثانيه بتيجي في السوق بتبقى ايه؟ بتبقى مش متجمعه، بتبقى شكلها عامل كده. لوحه فاضيه. يجي الصنايعي بقى هو اللي يجيب برات الكهرباء ويركبها في الحوض. وبرات الارض هو اللي يركبها. لكن الجاهزه اللي جايه في السوق متركب فيها البرات بتاعتها بالشكل. تمام؟ يبقى انا كده وصلت بخرطيمي لغايه اللوحه بتاعتي كلها زي ما شفنا في الصوره. عند اللحظه دي الصنايعي ممكن يسيبه ويمشي، وكده عمل محطه دفء والترسيم. اتاكدنا ان المسارات بتاعتنا سالكه عن طريق الشبدات او مدادات، ممكن يسيبني ويمشي. يجي بعد كده بيض المحاره، يبتدي يبيض ويقفل كل شغل المحاره بتاعته. بعد كده يبتدي الراجل الكهربائي بقى يجي يشطب تاني.